حضرتك كنت تحدثت عن خريطة تملكها منذ عام 2005 تؤكد اعتراف العدو الإسرائيلي بأنه للبنان حق بالخط 29 وكل المساحة التي خسرها أقل معنويا بحديث رئيس الجمهورية ومقابلته الأخيرة مع التي نقلها، يعني الحديث اللي نقله الصحافي الأولى منصور عنه بأنه خط لبنان هو الخط 23، إضافة إلى أنه هذا الخط مرسم ب يعني بالمرسوم 6433. يعني هو المرسوم 6433 يلي رسم الحدود وحط الخط 23 كحد، كان في أو عدم معرفة أو تواطؤ من وقتها على أيام حكومة الرئيس مئاتي بال 2011. هلا مين المسؤول بوقتها؟ هني بدي أقول له مين المسؤول. طيب لما بيجي معهد علوم البريطاني يلي هو المفروض يكون قريب لإسرائيل أكثر منا نحن، بيرسم لنا الخط 29 كحدود. وبيجي الجيش اللبناني يلي ما حدا بيقدر يزيد على مناقبيته والتزامه الوطني، بيقول لك ال 29 هو خط الحدود بيننا وبين إسرائيل والتفاوض لازم يصير من هون. طيب ولما الوفد المفاوض بيروح مع الوسيط الامريكي الاسرائيلي بيحكي معه بيتفقوا انه الخط 29 هو الخط، وبيقول لنا رئيس الجمهوريه لرئيس الوفد انه سموا الخط 29 خط ميشيل عون. طيب شو عاد على ما بدا تصرنا بالخط 23 1430 كيلومتر؟ طيب انا بدي اقول ما بدي اصدق الوفد اللبناني، بدي شكك. أنا بدي أصدق الإسرائيلي. إيه نعم أنا معي خريطة تعود خريطة عسكرية باللغة العبرية للجيش الإسرائيلي بتحدد حتى جنوب الخط 29 كحدود بحرية شمالية لإسرائيل لفلسطين المحتلة. طيب إذا عدوي بيقول لي أنا هون، مش بقول له لا تفضل أنت لقدام خذ هونيك. كيف عميد هيدي الخريطة اللي عم تحكي عنها منذ متى هي موجودة؟ لسيما انه العدو الاسرائيلي واضع الخط رقم واحد كخط النقط، يعني خط رقم واحد كخط تفاوض، يعني بيعتبره هو حدوده. حليمة لما شافنا الاسرائيلي نحن اغبياء رسمنا الخط 23 ونحن لازم نكون ما بعد جنوب ال 29، اكيد بده يعرف بده يقرب لقدام ويحط خط تفاوضي له. هو ذكي مش مثلنا نحن منبيعين، هو بيعرف كيف بده يفاوض على حقوقنا نحن مش حقوقه هو. طبعا نقل الخط 29، الفرق بين راس الخط 23 اللي بيلتقي مع الحد الغربي لابرص والخط الاسرائيلي 61 كيلومتر بالضبط 60 و905 كيلومتر. طيب و905 امتار. طيب نعم. كيف الاسرائيلي بيقول لك حدك هون وانا بدي اقول له لا انت حدي شمالا؟ كيف بدي اتنازل انا عن هالقسم الكبير من الارض اللبنانيه بدون وجه حق؟ وبيطلع رئيس الدبلوماسيه اللي مشهود له بالعراقه وزير الخارجيه انه نحن الخط 29 ما له خط قانوني. كيف ما له خط قانوني؟ طيب اتفاقيه الهدنه 49 ماضيه الملازم اسكندر غانم بتحدد الخط 29، اتفاقية بولينيو كام بتحدد الخط 29، الجيش اللبناني حد الخط 29 وبتقول منه قانوني. لك شو القانوني؟ القانوني الخط اللي انعمل سنة 2011 بطريقة خاطئة وملتبسة. عميد هيدي الخريطة شو بتفيدنا اليوم؟ هذه الخريطة لمن ستقدم؟ لمين حتقدمها؟ وهل إلى معنى يعني ستغير شيء؟ رح الرأي العام، رح نقدمها للرأي العام بيوم الاثنين 11:30 عندنا مؤتمر صحافي بنادي الصحافه، رح نفرجي الناس هالخريطه ونفرجي انه الاسرائيلي وين رسم حده ونحن وين رسمنا حدنا، وبدنا نحط برسم الراي العام، تفضلوا شوفوا يا لبنانيين، نحن عملنا اللي علينا، برمنا لبنان كله، اخذنا توقيع مئات الالاف من اللبنانيين على مشروع تعديل المرسوم احداثيات المرسوم 6433، في بعض منهم مضي بالدم بطرابلس، في ناس مضيت بالدم على هالوثيقه وما حدا رد علينا. بدنا نحط كل معلوماتنا قدام الراي العام، خلي الراي العام هو يحاسب. نعم شكرا لك العميد المتقاعد جورج نادر. يعني استاذ غسان سمعنا العميد عم يحكي عن هذه الخريطه وعم يحكي عن تعديل المرسوم اللي يعني وضع بعهد حكومه الرئيس ميقاتي عام 2011. شو رايك بالكلام اللي قال؟ بكل الاحوال الموضوع اليوم عند رئيس الجمهوريه.
نحن لماذا؟ ليش سمعنا برأيك سمعنا رئيس الجمهورية غير رأيه؟ سمعنا العميد ياسين نعم. عبر الجديد مع زميلنا السابع نعم وعم يحكي يعني بحرقة على شوي يعني أنا حسيته حد دم عيناه وعم يحكي على القهر يلي أنه نحن عم نخسر 1430 كيلومتر من مياهنا الإقليمية ومن ثروتنا. طيب مثل ما قال العميد الجيش ما حدا بيقدر يغبر عليه. الجيش اليوم لا بيشتغل سياسة ولا بيفوت بالزواريب ولا عنده مصالح ولا بده يرضي هيدي الجهة عن هيدي الجهة. الجيش بيقول نحن على الخط 29 نحن منصدق الجيش اللبناني. لما طلعت هيدا الموضوع ولما نحكى عن المرسوم 6433 طلع هاشتاج وقع يا ميشيل ميشيل نجار وزير هذا لا وشن التيار الوطني الحر شن حملة على تيار المردة وحيتهموا بالخيانة انه ما شو اسمه ما حيوقع وزيره ال 6433. طيب وقع الوزير ميشيل نجار طلع المرسوم عند الرئيس عون ليش ما توقع حتى الآن؟ طيب شو اللي عم يصير؟ هل بالأمر مقايضة ما؟ هل في إرضاء؟ هل هناك معلومات عن مقايضة تحصل في هذا الملف؟ بهذا يعني الملف الرئيس عون اللي لما راح الوفد أول مرة لينزل على طاولة المفاوضات قال لهم أنه التزام بخط الوسط دون تأثير الجزر الساحلية أنا معك نقطة انطلاق حدا اليوم بيقدر يجي يقول أنه في أنه رئيس الجمهورية عم يقايد مثلا يعني ما في عقل بيصدقها انه ممكن يكون في مقايضه. نحن اليوم شوفي الخط 23 انت بتعرفي انه في حدا باسرائيل طلع وقال لكل الاسرائيليين ولكل المحللين الاسرائيليين ما حدا يفتح تمه بموضوع لبنان بالخط 23 ابدا. ليه؟ لانه الاسرائيلي عم يضحك بسره بالخط 23 وبما أنه الإسرائيلي مبسوط ومرتاح ومكيف على الخط 23 معناتها نحن خسرانين معناتها نحن مستهدفين معناتها نحن لازم يكون عندنا أكثر. وشفنا هوكشتاين كيف إجا يعني عملنا مثل شعار تنازلوا لتستفيدوا وبالتالي إجا قالنا أنه بدكم تاخذوا الخط 23 وتطلعوا الغاز وتعملوا الكهرباء وترجعوا تحيوا الطبقة الوسطى وتعملوا المشاريع الصغيرة وكذا. طيب أنا لا بدي أعمل المشاريع الصغيرة من الخط 23 فيني أعمل المشاريع الكبيرة أنا لما أسا بيكون عندي تلتين الـ 68 يلي أخذهم. فهيدا الأمر موجود عند رئيس الجمهورية وكل الغموض الحاصل هو موجود بقصر بعبدا اليوم. على رئيس الجمهورية أن يعقد مؤتمر صحافي لكي يشرح للبنانيين كل ما يتعلق بهذا المرسوم وليش ما توقع لهلأ وليش تراجعنا عن الخط 29 وليش بدنا نقبل بـ 23 ولمصلحة مين. هل شو هالشغلة العظيمة يلي قد ما كانت عظيمة لو كان فيها دم ولو كان فيها ناس بدها تموت بدل أهين ما أنه نحن نجي نتخلى عن 1430 من ثروة أجيالنا ونحن اليوم بحاجة لكل دولار بده يجينا يمكن كرمال نقدر ننقذ بلدنا وننقذ أهلنا ونعيد شوية هالرونق اللبناني يلي عم نخسره تباعا وعم نخسره بفعل الأزمة.